EFM مع الناس جيهان بن عبد الله. EFM احلى راديو. صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بالمستمعين نتاعنا الكل وين ما كنتوا موجودين. موعد جديد معكم من مع الناس من توا حتى نص النهار مع اخبار التوينسا، اينما كانوا موجودين توصلنا اخبارهم ويكونوا حاضرين معنا ويبلغونا باصواتهم. وهذه فقط وقت اللي تكلمونا على 58 550 707، الرقم اللي على ذمتكم تطلبونا فيه اي وقت باش تبلغوا اصواتكم، كل مشاغلكم وكل اهتمامات التونسيين كان في تونس او خارجها فهي تهمنا. مرحبا بكم معنا في الاستماع، وزيما صافي في الاعداد كما العاده، نور في الاخراج، من على EFM TV معكم جيهان بن عبد الله، وهذوما مواضيعنا لليوم الاربعاء 24 ماي. مشاهد صادمة، وانتو من بعد باش تشوفوا تفاصيلها وتشوفوا بعض الصور اللي وصلتنا منها، معارك بالأسلحة البيضاء، وركزوا معايا، هذا ساير ما بين زوز مدارس إعدادية، الأولى في حي تضامن والثانية في دوار هيشر، وخلى الوضع هذية المتسكنين في المنطقة انهم يتقلقوا، وشهود عيان يكونوا حاضرين معانا من بعد شوية يحكيوا على المعارك المتواصلة ما بين زوز مدارس باستعمال الأسلحة. سعداء من جديد، وانو نحكيو على انجاز طبي ينضاف ويتحسب للاطباء والجراحين التوينسا من بعد شويه. الخبر يجينا من صفاقس، وهو انجاز طبي هام، زراعه يد مبتوره بالكامل. نرجو لتفاصيل الخبر. تذكروا الجريمة اللي كنا حكينا عليها نهار الاثنين، واللي مشى ضحيتها رب لأسرة توفى إثر اعتداء عليه بآلة حادة، إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه. الجريمة اللي صارت في حدائق المنزه من بعد شوية، تفاصيل جديدة جينا من عائلة المعتدي، تقول وإنه فما بعض المعطيات اللي تقدمت من عائلة الضحية معطيات مغلوطة، والعائلة عائلة المتهم تحب تصلح بعض النقاط، لذا باش يكونوا حاضرين معنا بعد شوية. مرحبا من جديد، البداية من العاصمة. حبيت وخيرت وتمنيت وأنه نحكيه على إنجازات تلامذتنا، على تفوقهم الدراسي، على نشاطاتهم الثقافية، ولكن مالوغوزمون الخبر اللي جينا اليوم من العاصمة مع صور صادمة توصلنا من دوار هيشر، وين الدور معارك بالأسلحة البيضاء، الحجر والمولوتوف، وهذا الكل صاير ما بين زوز مدارس إعدادية، الأولى كما قلت لكم في حي تضامن والثانية في دوار هيشر. المسافة الفاصلة بيناتهم تقريبا 300 متر، والخلافات تطورت وتواصلت لأيام، وهذا أصبح يهدد سلامة المتساكنين اللي سكروا حوانتهم مع كل صدمات تصير كل يوم. أكثر تفاصيل مع شهود العيان عن عين المكان. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي. أنت من متساكني دوار هيشر هكا ولا؟ أنا من حي تضامن. حي تضامن. بيناتهم السود، هي بيناتهم السود. ما بينتهم الاثنين. أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي. الحقيقة فما تناقض في الخبر هذية، وقت اللي نقولوا مدارس إعدادية نحكيه على صغيرات صغار حتى في العمر في الجهيمة 14 سنة، وفي المقابل نحكيه على معارك، نحكيه على أسلحة بيضاء، أحجر، مولوتوف. وصفلنا الوضع اللي ساير عندكم. احنا عندنا 3 أيام توا فكر وفر، والأحوان بشكنا الأولياء تكييف مش تعدى، كهرباء مش تعدى، ولد خايفة، حجر، مولوتوف، سيوفة، ذري صغار، ناس مهمشة لهنا. سيوفة منين يجيبوا فيهم السيوفة؟ سامحني، سيوفة يدخلوا بهم للمدرسة ومن بعد يخرجوا يعملوا بهم المعارك، هذو منين السيوفة؟ لا لا لا، فما ناس ما همش يقروا اللي جايبين سيوفة ولا فكاك، يجوا بيان ذكية لوات عركة ما بين جماعة اللي في بحذانا يمشي لدوار هيشر، ودوار هيشر يجوا الصباح يمشوا جماعة، العشية يجيبوا الآخرين من دوار هيشر الصغار 14 12 سنة. العباد ترعبت، تو كنت اخو في كعبه ملاوي عند قلت بالله شو خسر عم سالم كيفاه. مبجوعين، قزاز، حجر، شيء يعني شي يعني العركه، خاطر هي عركه بدات ما بين زوز مدارس سي سالم هكا، ومن بعد تطورت ما بين ناس تجي من برا هكا. لا لا لا، زوز مدارس، الحكايه بزوز مدارس، بين زوز مدارس بالضبط. اي اما يبدا واحد مثلا ما يقراش حدا اللي في محل الكوليج تاع حي تضامن، والاخر ما يجي شي يعمل سويعه يولي يمشي معاه يتحنشوا به، ولا تتطور تكبر. توا مازال كي جا عاد نص ساعه جاو كهرباء سامبول، هز 3 ولا 4 من الناس صغار بالكهرباء،
شنو كهرباء سيفيل ولا كهرباء متاع مواطن ولا لا كهرباء؟ لا سيفيل، كهرباء سيفيل، حاكم سيفيل. اي وقفوا ثلاثة معناتها، شادوا ثلاثة من اللي قاعدين يقوموا شبهت بأحداث ثلاثة الشغب هذوما، ملغوز ما هما صغيرات ولكن قاعدين يقوموا اي بالأحداث هذية. اي طلعوهم شيء للاسف. احنا انا نحكي لك على الليسي هذا الكوليج تاع 18 تاع حي تظام 18 جانفي، حدانا دار الشباب من المفروض انهم يلعبوا فيها سبور، ما يلعبوا ما عندهمش سبور. اي دور هيش هذايا بحذانا زاده الليسي، كان تجي تشوف التيران اللي يلعبوا فيه المرافق ما عندهمش مرافق. احنا عندنا تيران زاده هذوما يلعبوا فيه بتابع بلديه حي تظام باش يلعب يلزم يدفع دينار، تصور مرفق عمومي دينار ينجم دينار. يكون هو مصروفه في النهار كامل، كما ينجم يكون ما عندوش اصلا الدينار هذية. الترفيه لازم يكون مجاني للصغيرات، وراه ما دخلناش موضوع في موضوع هذا صلب الموضوع اللي انت تحكي فيه، وانا نشكرك برشا انك اثرت النقطه هذه. اي انا مش نحكي لك علاش العباد تهمش ترى لهنا. احنا عندنا واحد يبيع في كاسكروتيات سايبوا جماعه الدروغ والزاد، لو سكروا له برويت البارح مسكين مريض بالسكر او تو ناخذ البلاصه فارغه علاش؟ والاخرين يبيعوا الدواء والزكا جار قدامنا تتباع. شنو تشوفوا فيهم انتم المراوجين قدام المدارس الاعداديه؟ مش في شيرة الجنين او شيرة الواقع، شو واحد مسكين عنده برويته سكروها له، بيع في الكسكروتات عنده ثلاث سنين، عنده ثلاث سنين في حومتنا. سي سالم، هو الموضوع هذايا في اخذ ورد، انه ما فماش رقابه وغيره، مش مشكله النقطه هذايا يتحكي فيها، ولكن خليني نرجع معاك سي سالم للمشاكل او المعارك اللي قاعده تدور ما بين زوز مدارس هذوما، وانت كنت حتى حكيت لي على الناس اللي تبيع في الحريبش والمخدرات قدام المدارس الاعداديه الاثنين هذوما في حي تظامن ودوار هيشر. الصغيرات هذوما مستهلكين مواد مخدره باش يقوموا بالمعارك هذيا، شنو اساس المشكل بين زوز مدارس زايده؟ ما همش ماهوش مخدرين هذوما، ما صغار معناتها ثم شنو كيف الدخان عادي، ماهوش مستهلكين الكلام هذوما، اما يتحنشوا ريت متحنشين. ثم شكون يجي قدام الليسي ويقعد صغار يتكيفوا في الزبله، ماهمش اللي يقراوا راهو، هما يتحنشوا بهم يتحنشوا بهم يا حميه. هذه الكل راهو مسيرش كان، هذه الكل ريت ما عندهم ما يعملوا، لا عندهم لا يلعبوا سبور، لا عندهم ما يلعبوا حتى شيء، ما عندهم عندهمش ما عندناش مرافق. باهي سي سالم، هل العرك اللي قاعد يصير هذيا بين هالزوز مدارس الاعداديه وقتاش يخرجوا من المدرسه يهربوا من القرايه ويمشوا يتعاركوا مع بعضهم زوز مدارس هذوما، ولا في الكروز، ولا وقتاش؟ قالت كي تخرج عند مكريز في الوقت هذاك كي يكثروا التلامذة الثلاثة ولا الأربعة اللي قاعدين في الليسي، يهزوهم من الكوليج، يهزوهم من الكوليج تاع دوار هيشر، وتوا جا الحاكم توا، والحاكم توا وانت تحكي معانا توا، توا جا الامن توا، جا توا جو ثلاثة كرات. كنت توصف لنا الوضع سي سالم، فما صغيرات اللي قلت لي 13 و14 سنة عندهم أسلحة حاليا تشوف فيهم موجودين قدامك؟ تفرطوا لانه جاي الامن هكا. اما خاطر قبيليك البارح الخمسه تاع العشيه والكبار نهار اثنين بدات. اما توا كي خبروا عليها في الاذاعات توا وين نتحركوا. توا وين تحرك شكون؟ الامن توا وين تحرك؟ الامن توا وجا توا ثلاثه الرابعه وطلعوا توا. اليوم كها وقت اللي هي المعارك من نهار الاثنين. البارح جو بكله. جو فرقوهم ومشيوا، عاودوا ورجعوا. جو بكله، ما فماش حل. اما توا هم طوين جاو توا جاو، وحاليا عاود رجع الامن للمنطقه. الحقيقه الوضع اكيد قلق المتسكنين بصفه عامه، هو وضع مزعج وقت اللي نحكيو على صغيرات باسلحه بيضاء وعاركوا مشاكل. نحب نعرف الاضرار اللي صارت اللي وقعت على المتسكنين، لانه سمعنا انهم يسكروا حوانتهم خايفين من الضرب من التكسير، فما اضرار؟ لا يحرز اللي احنا ولاد حومتنا الكبار يدخلوا باش ما يضربش الحانوت، ما يضربش العقار، ما يضربش الكهرباء، ما يضربش. اما معناتها يخافوا منا باللغه، اما ما نجموش يعني نشدوا تضرب الطفل الصغير بعد، ما نجموش نضربوه، ما عندناش حق باش نستعملوا بالطبيعه. وفي وسط وبين صفوف هالتلامذه هذوما سي سالم، فما اضرار؟ فما شكون فيهم تضر؟ اللي تقول لي فما اسلحه، فاكيد البعض منهم عندهم اضرار جسديه ولا ليه؟ لا 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 اضرار ما ريش اضرار الحق، اما فما كي ضربوا بالحجر ولا كسروا الغزاز في المولوتوف ولا الاضرار ما فما واحد البارح العشيه عطوت ريحه باش القبور من دوار عيش رجال هنا 18 جان في كلاله ريحه تلميذ.
هذيك الاضرار مع الاسف نحكي وعلى تلامذتنا في وضعيات كيما هكا. سبب الخلاف انا كنت سالتك عليه ما جاوبتنيش سالم، اذا تعرف شنو سبب الخلاف بين زوج مدارس. الخلاف هكاك يتخالفوا زوج من الناس هكاك تكبر في الحمل الاخر قرابي هذه شباب. اول مره تصير حاجات كيما هكا؟ اول مره تصير ما مشكلة المرة ذي شيء اللي سخف انه قبل كانت تصير بالعارك بالبنية، الشيء اللي خليني اتكلمت انا لانه ولد فيها مولوتوف ولد فيها اسلحة وحجر، هذيك شيء اللي اسف. يعطيك الصحة سي سالم، نشكرك برشا على تدخل نتاعك. الصورة محزنة وقت اللي نحكيه كما قلنا على صغيرات 12 كوليج عمر صغير في عرك ومعروك وضرب وبنية وحجر ومولوتوف، يقول لي حتى راهو السيوف موجودة ويجيبوا فيهم ناس من خارج المدارس وكالساعة هذيك اللي ما يقراوش فيها هي اللي تصير فيها المشاكل، لأنه أكيد يخرجوا من الكوليج يخرجوا ما يقعدوش وما عندهمش حتى أنشطة في الجهة ينجموا يعملوا رياضة ينجموا يفرغوا كشحنة اللي فيهم. مالوغوزمون هذا واقع وصاير في تونس وحاليا، وإحنا نحكي مع سي سالم يقول إنه أمن جي والمعارك هذه صايرة من هالاثنين اثنين البارحة ثلاثة العشية دخل الأمن، واليوم إن شاء الله تتفضل الأمور هذه وإن شاء الله ما عادش نشوفوا مثل هذه المشاهد في مدارسنا، لأنه نحبوا نحكيوا على تلامذة ناجحين تلامذة متفوقين في الرياضة في الثقافة في المجالات الكل. مالوغوزمون هذا صاير في تونس 2023. الموضوع كنا معاه في دوار هيشر تحديدا، احنا مواصلين معاكم ببقية اخبار التوينس راجعين من بعد شوية خبر ايجابي يجينا من صفاقس على الاقل يفرحنا شوية. وسهلا مرحبا من جديد، مرحبا بمتابعينا وين ما كنتوا موجودين. انتم زيدا اذا عندكم اخبار مهمه تهمكم او تهم جهاتكم فتنجموا تكونوا معنا وقت اللي تتصلوا بينا على 58 550 707. جريمه حدائق المنزه نرجع للتفاصيل الجديده تقدمها عائله المتهم في الموضوع، ولكن حاليا نمشي بكم لخبر ايجابي لعل يفرحنا شويه ويخلينا ننسوا اللي صاير والمشاهد اللي وصلتنا من دوار هيشر. نمشي بكم لصفاقس نحكيوا على نجاح طبي ويتمثل في زراعة يد مبتورة بالكامل. اليد اللي كانت مفصولة عن الجسد تم إعادتها بنجاح في تحدي لفريق طبي تونسي بإشراف الدكتورة جراحة لسعد كمون اللي سعداء باستقباله معنا في المباشر في مع الناس. أهلا وسهلا، مرحبا دكتور. ألو صباح الخير. صباح النور. صباح الخير، ألف مبروك وبالتوفيق لكم وإن شاء الله مزيد من النجاح والتألق في المجال الطبي اللي كل مرة تفرحونا وعديد النجاحات زيدة اللي جيتنا من صفاقس. مبروك دكتور، فرحنا برشا بالخبر هذا. نشكركم على الاهتمام تاعكم. يعيشك. أول مرة تصير عملية كما هكا في تونس هكا ولا دكتور؟ لا ماهيش أول مرة. أي مش أول مرة، أما يظهر لي مرات قليلة لأنه مرات قليلة والنجاح نتاعها مش أكيد، هذا هو يعني فهمت. العملية نجحت؟ نجحت الحمد لله. الحمد لله يا ربي، المريض في صحة جيدة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. أنا نحب نعرف اليد المبتورة بالكامل واللي تمكنتوا من زراعتها، هل المريض باش ينجم يستعمل يده بعد مدة من العلاج هكا ولا يا دكتور؟ إن شاء الله، هذا هو ما نتمناه. هي النجاح الطبي هذا يتمثل في كما قلت في زراعة يد مبتورة بالكامل، يد يمنى لامرأة عاملة بمجمع صناعي في الجنوب. وال فيها ويكون في عونها هي وكل العاملات. واليد هذه الفودير وصلت لنا متاخره شيئا ما، وصلت لنا بعد 5 ساعات من البتر. ويعني لي طون ايتي ليميت يعني جوج جوج، خاطر زراعه اليد لازم تكون في 6 ساعات الاولى بعد البتر، انه اليد تجي تفسد. 6 ساعات ماكسيمم اي. واحنا وصلت لنا بعد 5 ساعات وربع. ألا لا يقدر دكتور سمحني إذا قسيت عليك، ألا لا يقدر إذا حد يسمع فينا وصارت معه مثل هذه الحادثة كيفاش يستحفظوا عليها اليد، كيفاش يعملوا باش يوصلوا هيلكم للأطباء، كيفاش يستحفظوا عليها باش توصل سليمة؟ فما توعية على مستوى الوحدات الصناعية وهذا دور طب الشغل اللي يلزم يعني تكون عندهم فكرة على التدخلات الأولية، يلزم المحافظة على القطع المبتورة سواء يد ولا اصبع ولا رجل في بعض الاحيان، يلزم نحطوها في كيس بلاستيكي معقم ومغلوق ونحطوها على الثلج، ما نحطوهاش مباشره في الثلج، فوق الثلج فوق الثلج، فوالا باش نحافظوا على اليد
ويكون توجيهها مباشرة وحدة صحية مختصة. يعني ما زلناش نخسر الوقت في يوصلوا للوحدة الصحية. جاوكم بعد 5 سوايع وربع تقريبا، يعني الوقت كان ليميت كان تشالنج 45 دقيقة يظهر لي فيديكم كهو. أي كان تشالنج كبير ياسر للفريق الطبي اللي كان متكون من طبيب الإنعاش دكتور خليل خناخم ودكتور جراحة شريم الأويدة دكتور مجدي قديش، وأنا دكتور لسان كمون جراحة اليد. كنا والفريق الشبه الطبي أيضا كنا متحضرين، استقبلناها مباشرة في غرفة العمليات وبدأت العملية، وتمكننا في ظرف ساعة من دوران الدم في اليد باش ننعشوها اليد. وقع النعاشة ومن بعد استمرت العملية 6 ساعات اللي باش كملنا إصلاح الضرر وكل، والحمد لله كل النجاح. وتوا اليوم احنا 10 ايام احنا ماناش نقولوا اللي تثبت على الاقل 10 ايام خاطر يجم يكون في روجي يصير تعفن. يعني الجسم ينجم يرفض عضو منه تلمع تكون متاخره. يعني ولا المحافظه نتاع اليد ما كانش كيف ما يلزم تجم يرفضها. الا لا يقدر، ان شاء الله تكون الظروف كلها طيبه وان شاء الله نسمعوا حتى اليوم على المريضه. والحمد لله اليد عايشه، وتوا مش ندخلوا في مرحله جديده هي مرحله الرأب نتاع اليد والعلاج الطبيعي والوظيفي باش يجي يستمر شهور باش ان شاء الله ترجع لها وظيفه كوريكت نقولوا احنا. الحمد لله ربي يعطيكم الصحه دكتور. برافو لكم اللي كنت سيتك الدكتور جراح لسعد كمون وكل الفريق اللي كان موجود معك في هالعملية الدقيقة. تمكنت وين كنت توقعت وأنه أول عملية تصير في تونس، ولكن يقول لي هو العدد متاعهم قليل جدا والنجاح صعيب برشا. نتمنى وأنه العملية تنجح، إلى حد الآن النتائج تصير بالتوفيق لكل خبراتنا وكفاءاتنا خاصة في المجال الطبي في تونس واللي عنا فيهم ثقة كبيرة. احنا مواصلين معكم في مع الناس ونمشي حاليا لحق رد يجينا في تفاصيل جريمة سابقة. تفاصيل جديدة للجريمة اللي كنا حكينا عليها نهار الاثنين واللي صارت في حدائق المنزه بعد خلاف بين زوز أشخاص أو زوز مجموعات من الناس. الخلاف أودى بحياة واحد منهم، واللي واحد من أقاربه اللي كان معانا في مداخلته يقول وأنه تم الاعتداء عليه بسيف على مستوى الرأس، من ثم تم دهس الضحية بسيارة بعد الاعتداء بالعنف الشديد قريبة المتهم الأول في القضية هذية. تحب توضح بعض التفاصيل اللي تعتبرها وتقول انها مغلوطة هي معنا في المباشر، تحب تحتفظ بهويتها الصحيحة لذا اخترت ان نسميها فاتن. اهلا وسهلا مرحبا بك. عسلامة لله. اهلا وسهلا مرحبا مدام. عايش لله. انا حبيت نرجع على السيد الله ساعة اول حاجة في قلوب يرحمه ان شاء الله ربي سبرهم على المصاب كبير برشا. احنا منجموش نقولوا اكثر من هذا. مي فما نسيبه قال اللي هو يعني السيد تعدى عليه واللي هي داره واللي هي راي عنده الضغط والطحوحة بتنسي الموضوع هذي لخطر السيد ما هيش داره سعد خالته هذه الأولانية وهو كاريرهم دونك كاري الأربعة من الناس وليت الدار فيها أكثر من 10 من الناس جوستما هو هذيك علاش حب يخرجهم وصار الخلاف على أساس هذا هكا ولا؟ أي فهمت كيفاش؟ طلب منهم باش يخرجوا، السيد هذا ما عنده حتى علاقه الله يرحمه. لا يا صارت مناوشات بينه وبين السيد اللي صارت قالوا صارت مع جريمه. كيفاش صارت الجريمه؟ هو كما كان ذكرنا انه اعتداء بآله حاده واللي هي السيف هكا ولا؟ هو ضربوا مع بعضهم. فما السيف موجود ما ضربش به ولا محاله وطبعا انا ما نجيبش ندخل في التفاصيل هذيا لخاطر ديجا في التحقيق. مي انه من بعد وقت اللي خرج السيد هذايا باش يمشي يشكي دونك الكاميرات كل مصوره اللي خرج على ساقيه خرج الدنيا كل رجع اللي خرج قد على روحه رجع حتى الامن نشكرهم برشا انه فقط يمشيوا فيه على السرعه ودخلوا عليه لقاوه في داره يعني ما تحركش اصلا. السيد كي هبط باش يشكي هي صارت الحادث نتاع السياره ما عندنا به حتى علاقه. اكسيدون يعني تقول انت انه اكسيدون. الابحاث تقول الوحدات ديجا حتى السيد البارح قدم روحه هو ومرته اللي صار معهم الاكسيدون. كلها جاهم ديجا في التحقيق. يعني انتم كعائلة تقولوا انه ما فماش جريمه وانه صارت مناوشه وصار خلاف وهبط على ساقيه باش يشكي مع الاخر وهي صارت مناوشات وهو تقلق يعني ديجا علم الامن علم بها اليوم قديش من مره الغلطه الوحيده اللي عملها انه ما علمش الامن باش يخرجهم.
هذوكم يسكنوا ديجا السيدين جايين يخدموا على رواحهم، جايين على اساس يخدموا على رواحهم، انه مش وليت انه سكر وعربده ودنيا وكلام زايد ودرا شنو هو يسكن بجنبهم. دق عليهم باش خلينا في هو توفى الا يرحمه ما يسالش ما نرجعوش لتفاصيل حياته سابقا، ولكن بالنسبه للجريمه تقول وانه السيف كان موجود وتضربوا مع بعضهم الاثنين، ولكن ما انت تقول وتاكد انه ما تمش الاعتداء عليه بالسيف، ولكن توفى في حادث مرور هكا ولا ضربوا في خشمه وفي عينه والبتاع في الطب الشرعي طيب يظهر كل شيء. خرج تقرير مدام عندكم تقرير مزيل الاولي مزيل طلعتوا عليه؟ مازال ما خرجش التقرير. التقرير الاولي مازال مش حاضر لحدث سبب الوفاة؟ مازال ما مازال نورمالمون خاطر كان السيد نتاع الاكسيدون كان في حال سراء. به واضح انت معطى جديد قدمتونا لحقيقه. نعلمكم بهم اول باول. به بالنسبه للموقوفين شكون الموقوفين على ذمه القضيه هذيا؟ الموقوفين هما ديجا هما 10 من الناس يعني فما شكون توا خرج يبحث ويرجع منهم زوجة السيد هذي المتهم اي واقاربه اللي كانوا معاه ما كانوش معاه هما هي مرته اي ديجا عندها وما هيش عندها ايش بيبيها مش نفسها بنت عمرها 5 سنين فهمت كيفاش ما عندوش لا اخته لا اخوه وما عندوش لا ولد اخته ولا ولد اخوه معاهم واقفين يعني ما هوش الوحيد اللي مسكين توا ربي يخلص واحده وبالتحاليل تو يخرج لقيت الاشخاص الموقوفين مدام موقوفين لقيت الاشخاص الموقوفين اللي هم متهمين اللي هم موجودين في العركه ديجا حتى اللي حاضرين لصالح يعني لصالح طريقنا يعني قالوا وفات العركه من غاديك كل حد مشي على روحه ما عادش فما تطورات اخرى ما صارتش من بعد خلطوا عليه وضربوه بالكهرباء وعملوا الاجراءات دي كلها فهمت واضح مدام نشكرك باش على التدخل والايضاحات الجديده اللي قدمتها لنا يعطيك الصحه دونك هكا في عوده تو عندنا زوز روايات الروايه الاولى اللي قدمها لنا واحد من اقارب ضحايا المتوفي في حدائق المنزه هو الروايه اللي كنتوا تسمعوا فيها زاد قبيله شويه اللي قدمتها لنا قريبه المتهم في القضيه هذه واحنا نقولوا متهم لانه نستناو كلمه الامن واحنا نمدوكم بكل تفاصيل الجريمه هذه اللي تلقاوها اذا كان مش معنا في مع الناس فاكيد تلقاوا الاخبار تابعونا على شان يوتيوب راديو اف ام على الباج نتاعنا والا على سيت ويب راديو اف ام تلقاو فيه كل الاخبار اللي تهمكم وكل المواضيع اللي تستناو الاجابه عليها كانت هذه مع الناس اليوم وسيمة سعفي في الأعداد نور في الإخراج جيمين على EFM TV كنت معكم جيهان بن عبدالله نقول لكم تشاو تشاو في لمان من بعد شوية أميرة في الأخبار توا باي باي بعد شوية جيكم خلود مبروك.